والآن مع فقرة أخبار المهجر وعرض سريع لأهم ما شهدته الكنيسة القبطية خارج مصر من أحداث هذا الأسبوع. تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنباسوريال أسقف ملبورن وتواباها أقامت خدمة ابتداء بكنيسة القديس ساويروس يوما روحيا وعرضا مسرحيا للأطفال. التفاصيل في هذا التقرير. تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنباسوريال أسقف ملبورن وتواباها قدمت خدمة ابتداء بكنيسة الأنباسوريوس بباكينام عرضا مسرحيا بعنوان حكاية ديك، الذي يشرح قصة القيامة من خلال إنجيل القديس يوحنا. كنيسة هنا باسم قديس ساويروس، سنة وسبع شهور دلوقتي، بنصلي كل تاني سبت وفي خدمة نشيطة حلوة لمدارس الأحد، والحقيقة الخدام والأهالي مهتمين جدا 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 بخدمة الأطفال الصغيرين، وخدمة الأطفال شيء مهم جدا جدا في الكنيسة، إن الأولاد بيرتبطوا بالكنيسة من سن صغير، ودون ما تربوا في الكنيسة وتربوا في مجتمع كنسي بعد كده ما نخافش عليهم طالما البيت سليم والبيت فيه المسيح. هي بس الفكرة اتعملناها إن في ديك، والديك هو ابتدى يحكي حكاية القبر، إن كان في قبر جنب الشجرة بتاعته، إن شاف ناس بتعيط وناس حزينة قوي، وبعدين دخلت مريم المجدلية وابتدت تشرح ان ليه عملوا كده في يسوع، كلنا كنا بنحبه وكان بيحب كل الناس وكان بيعمل معجزات، وابتدى حوار بين الديك وبين مريم. فكان الهدف كله الكونكلوجن بتاع المسرحية كلها ان احنا بنحاول نبسط فكرة القيامة تناسب سن مرحلة ابتدائي. انا كنت بعمل مريم المجدلية في المسرحية دي، وانا كنت بمثل اللي حصل ليها واحساسها اللي حصل لما المسيح اتصلب وقام. المسرحية أعتقد ساعدت كل العيال، إن يعني ساعدت كل العيال تفهم اللي حصل لما يسوع قام واللي حصل قبلها وبعدها. إحنا النهاردة اتعلمنا عن القيامة وإزاي ربنا يسوع المسيح انتصر على الموت، وإحنا أنا حبيت لما الملاك جه وحرك الحجر. انا بحبت في الباب يسوع من موت. وتشجيعا للاطفال لحضور القداسات ومدارس الاحد، تقدم خدمه راشي هدايا للاطفال. هي خدمة راشي بدأت إن إحنا عايزين نشجع الولاد ونكافئهم ويلتزموا بالهم يحضروا مثلا مدارس الأحد بدري وينتظموا، فهي نفس فكرة الكوبونات وإحنا سميناها راشي يعني فرح بالإبتي، وبنعمل معرض كل ثلاث شهور والولاد بيجوا بيختاروا بعدد الراشي اللي معاهم بيختاروا الهدايا اللي هي عجبتهم يعني. هو الصراحة احنا كلنا متعاون مع بعض، مش انا بس اللي عملت. النهاردة عملنا القبر ده بخامات طبعا بسيطة زي ما انت شايفة، اغلبها ورق بس وقماش. كان هدفنا ان احنا نوصل للولاد صورة القبر كان عامل ازاي، كان ايه الصخرة اللي كان حول بره القبر، يعني بنصور لهم القصة بمشاهد عشان يبقوا مركزين فيها اكتر وتوصل لهم اكتر. ونفس الحكاية مع برضو العرايس اللي بنستخدمها في توصيل المعلومة. الحقيقة اليوم اللي عملناه النهاردة كان يوم متكامل، ابتدى بالقداس الصبح. اليوم كان مليان زي ما قلنا المسرحية بتحكي قصة القيامة بصورة قريبة من تفكير الولاد. كان في ترنيمة، كان في لحن، كان في توزيع جوائز. بنحاول نربط الولاد بالفكر القيامة وفكر المسيح، نقدم لهم المسيح القائم بالنسبة لهم كأطفال. احنا بنحاول نربط الولاد اكتر بالخدمة والكنيسة. يوم جميل ووقت ممتع ومفيد حضره الاطفال واستمتع به الاباء الحضور والخدام. امل وجيه، سي تي في.